السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض النجمه المجسمه دي. شكلها حلو جدا وطريقتها سهله جدا وبسيطه. اول حاجه هنبدا نرسم الباترون. انا هحتاج اي حاجه مدوره ارسم بيها دايره. انا هستخدم الطبق ده عشان ارسم بيه الدايره. ممكن تستخدمي اي حاجه مدوره عندك. بعد كده هبدا افرغ الدايره دي بالمقص، وبعدين هبدا اتنيها نصين الشكل ده، وبعدين هتنيها نصين من الناحيه التانيه كمان. انا بعمل كده ليه؟ عشان احدد نقطه المنتصف. هبدا بقى احدد النقطه، وبعد كده هحدد علامه عند الاربع جهات، وبعدين النص الاول هبدا ان انا اتنين نصين بالشكل ده، احدد العلامات. الناحيه التانيه كمان برضو هتنيها نصين، وبرضو هحدد العلامات. هبدا بقى بالمسطره وابدا اوصل الخطوط ببعضها. اول حاجه هعمل في المنتصف حرف اكس، اوصل النقطتين البعاد عن بعض، وبعد كده انا هعمل شكل خماسي، فهبدا ان انا اوصل الضلوع الاضلاع ببعضها. النقطتين اللي هما اللي في الجنب دول هسيبهم خالص، واوصل بقيه الجوانب. بعد كده بقى هشيل الزوايد، هقصها بالمقص بحيث يديني شكل خماسي. دي تعتبر اسهل طريقة لعمل النجمة، يعني ان شاء الله اي حد ما بيعرفش يعمل النجمة هيعرف يعملها بسهولة وتظبط معاه. هبدأ بقى كل نقطتين قدام بعض او كل راسين قدام بعض هتنيهم بالشكل ده، بحيث اعمل علامة بس في الورقة. اهو كل راسين قدام بعض متقابلين، يعني هبدا ان انا اتني ادي تانيه كده من تحت. وضحت عندي الضلوع، هبدا بقى ان انا اوصلها بالقلم والمسطره. تمام. بعد كده بقى انا عندي القاعده تحت، هبدا ان انا اقص يعني حته صغيره كده من تحت، وبعدين اتني مثلث الناحيتين. كل قاعده مكونه من 3 ضلوع هبدا ان انا اقص اللي في المنتصف، وبعدين اتنيها على شكل مثلث من الناحيتين. البطن ده يعتبر اهم حاجة، عشان لو البطن ظبط معايا فالشكل كله هيظبط معايا، فعشان كده لازم نرسمه بدقة ونعمله كويس قوي. تمام. هعملها بقى كلها بنفس الطريقة، 3 اضلاع. هبدأ اقص الضلع اللي في المنتصف، وبعد كده اتنيه مثلثين بالشكل ده. هنفذها كلها بنفس الطريقة كده. شكل النجمة واضح معايا. هجيب بقى، انا هستخدم قطعة فوم، انا هستخدم فوم جليتر لونه اصفر، وبعدين هحط الباتروم اللي انا عملته، وبعدين هبدأ امشي عليه. طبعا تمشوا عليه بعصاية الشيش طاووق، ممكن براحتكم باي حاجة، بس اهم حاجة يعني بالراحة وعلى مهلك خالص عشان الشكل يظبط معاكي. اول حاجة هبدأ ان انا امشي عليه والشكل مقفول، وبعد كده هبدأ افرد المثلثات وامشي عليه مرة وهو مفتوح بالشكل ده. تمام. بعد ما خلصت كله بقى هبدأ ان انا اقصه. انا هقص الاول جزء كده اهو، بعدين هبدأ اظبط بقى الجوانب والشكل براحتي. هي مش واضحة قوي في التصوير، بس طبعا انا كنت شايفاها كانت الشكل واضح يعني قدامي، فكنت بمشي عليه. بعد كده بقى الجزء اللي كنا بنقطعه الصغير، طبعا انا عامله له علامه، فهبدا ان انا اقصه اهو. لكل ضلعين في ضلع في المنتصف، ببدا ان انا اقصه جزء كده.
بعد كده بقى كل الراسين قدام بعض. اول حاجة الراسين اللي هم مش اللي هم مش مقصوصين، يعني اللي قدام بعض مش مقصوصين، هبدأ ان انا اتنيهم يكون الفوم جليتر لبره، هو اللي هحطه ناحية المكوة. تمام، كل راسين مش مقصوصين هبدأ ان انا احطهم كده ناحية المكوة عشان يسخنوا، يبقى طري معايا يديني ايه التانية اللي انتوا شايفينها دي. تمام، يبقى هما 3 اضلاع، كل راسين قدام بعض مش مقصوصين، بديهم تانية كده بالمكوة. اما بقى الضلعين المقصوصين هاتنيهم برضو من الناحية التانية، بحيث يكون الفوم العادي مفيهوش جليتر هو اللي هيحطه ناحية المكوة، وهبدأ ان انا اسخن. زي ما انتوا شايفين كده، بعد كده بقى المثلثات هبدأ اتنيها اهو، اسخنها كده عشان تتني معايا وتبقى يوضح مكانها يعني. معلش انا اسفه، هو مش واضح قوي في التصوير، كان الموبايل يعني في اتجاه بس. انا بتني المثلث وبعدين بحطه ناحية المكوة اهو بالشكل ده يسخن عشان يديني علامة، علامة التانية كده من ناحيتين. هعمل كده طبعا في كل المثلثات الموجودة عندي. بعد ما خلصتها بقى بالشكل ده هبدأ بقى المثلث اللي موجود، هحط مثلثين فوق بعض، يعني المثلث الاولاني هحط فوق المثلث التاني عشان يديني شكل مجسم اهو. شوفوا الشكل ده، المثلث الاولاني هقوم حط عليه المثلث التاني واتك جامد كده واستنى شوية عشان الشمع يلزق وتبقى قوية وجامدة اهو. سهلة وبسيطة جدا. هنفذها بقى في كل المثلثات الموجودة. تمام، اديتني كده نجمة مجسمة. هبدأ بقى اجيب قطعة صوف، انا استخدمت لونها اصفر، وبعدين هقطع جزء خيط كده هعمله عقدة من تحت، وبعدين هبدأ ان انا الزقه في مثلث من المثلثات اللي انا عملتها من جوه، اثبته كده. وبعدين بقى ابدأ الزق اثبت الشكلين على بعض النجمتين اهو، كل مثلث هعوصه شمع وبعدين هبدأ اثبتهم بالراحة. هنفذه في كل المثلثات الموجودة. احاول يكونوا الراسين قدام بعض بالظبط ومظبوطين تمام وقد بعض عشان النجمة تبقى مظبوطة معايا. بعد كده بقى الجوانب الموجودة دي هديلها ازاي، هجيب شريط طويل كده من الفوم جليتر برضو وهبدأ ان انا اغطي بيه الجوانب عشان الشكل يبقى مترتب كده وشكله حلو ومظبوط. هلف الشريط ده داير ما يدور كده حوالين النجمة كلها، والجوانب اتك عليها كويس عشان
تنزل معايا وتديني شكل النجمة. بعد كده بقى لو في اي زوايد هشيلها كده. الشكلين يكونوا خلصوا معايا، وطريقته سهلة جدا وبسيطة. يا رب افكار النهاردة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم تعملولي لايك وشير وسبسكرايب.